بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، يا رب تكونوا بخير النهارده ان شاء الله. كل سنه وانتم طيب. بكره صيام، فانا عملت زبادي 4 ساعات، يعني مش هقول لكم ان هو عامله من امبارح ولا بتاع، عملته من الساعه 2 لغايه مثلا هي الساعه ايه 5 كده، زي ما انتوا شايفين كده. عملت دوت كيلو ربع لبن اهو، وجبت عليه علبه زبادي. هنعمل ايه الزبادي عشان نسحر النهارده؟ احنا كنا بنقول رمضان الثلاث رمضان الاثنين، فايه قلنا نعمل زبادي وخلاص يعني كده. كل سنه وانتم طيبين. هنا دي علبه الزبادي، هحط منها كده على اللبن. اللبن انا ما غلطتش، انا دفيته بس كده اللي هو دي في بس كده، يعني ايه زي ده ما تلاقين كده دافي كده يعني. انا هندوق في علبة الزبادي كده زي ما انتم شايفين، وهنصب بقى في الكوباية. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم ايام بخير. فطبعا انتم عارفين ان رمضان ما ينفعش من غير ايه زبادي طبعا في السحور وكده. فعملنا النهارده جبنا كيلو الا ربع لبن، عملنا ايه 7 كوبايات زبادي، لان يعني طبعا انتوا عارفين ان الزبادي العلبه البلد ب7 جنيه، فده بيوفر يعني، ده كده توفير. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا عليكم ليام بخير، والامه الاسلاميه جميعا. و 4 ساعات والله العظيم يا جماعة، يعني مش هقول لكم ان هو عاملاه من الصبح او من امبارح، لا زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه زي ما بيقولوا الزبادي المستعجل يعني. وربنا على صلاح الحال لنا ولكم وللجميع. ما تنسوش يا جماعة اللي يخش عندنا ينورنا بالله. كل اشتراكين عبيته في الكوبايات وغطيته شفت كده ايه، فحطيت مية دافية في الصينية وشفت كده وغطيته ايه في المطبخ زي ما انتوا شايفين كده اهو، غطيته وسبته بقى ايه. انا بصوا الزبادي بقى ايه بقى كويس اهو، عملنا الزبادي زي ما انتوا شايفين اهو، وعامل وش كمان اهو. بص الوش من فوق اهو، الزبادي عامل وش. وربنا يصلح حالنا وحالكم. كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم ايام بخير. وما تنسوش يا جماعه اللي خش عندنا ينورنا بالله. كل اشتراك وتفعيل زر الجرس يوصلكم منا كل جديد، والاصدقاء والاحباب، وربنا المستعان معنا ومعكم. ومن يتق الله يجعل له حرجا. لكم فانوس رمضان، كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. الزبادي كده تمام، نسحر النهارده زبادي بقى، و زي ما انتم شايفين كده والله العظيم بجد يعني ما خدش وقت الزبادي بتاع ايمي يعني. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم، وربنا المستعان. ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زبد 4 ساعات يا جماعه، يلا ربنا على صلاح الحل.